كثير من الشباب في وقتنا الحالي يمارسون رياضة كمال الأجسام بهدف الحصول على القوة الخارقة والعضلات البارزة المجدودة، وغالبا ما يتبع هؤلاء إلى جانب التمرين أنظمة غذائية خاصة ويتناولون المتممات الغذائية، إلا أن بعضهم يستعجل النتائج فيلجأ إلى استخدام الهرمونات والمنشطات للحصول على عضلات بارزة وضخمة خلال وقت قصير، كما أن بعض الرياضيين قد يستخدمونها لتحسين أدائهم وزيادة طاقة أجسامهم في المباريات والألعاب الرياضية. ولكن اللجنة الأولمبية الدولية حذرت من تعاطي الهرمونات والمنشطات. فما هي الهرمونات والمنشطات المستخدمة في كمال الأجسام؟ هي عبارة عن مركبات كيميائية مصنعة تشابه الهرمونات التي ينتجها الجسم بشكل طبيعي، تستخدم لبناء الأجسام وزيادة كتلة العضلات وزيادة القوة، مثل هرمون النمو وهرمون الغدة الدرقية والإريثروبيوتين وغيرها. وتشمل المنشطات كل من السيترويديات والابتنائية الأندروجينية التي تقلد هرمون التستوستيرون والسيترويديات القشرانية التي تعمل عمل هرمون الكورتيزون. يفرز هرمون النمو بشكل طبيعي من الغدة النخامية في الدماغ، ويعد واحدا من أهم الهرمونات المسؤولة عن بناء وتجديد الخلايا بالجسم، لكن لم تثبت قدرته بشكل قاطع على تحسين القوة أو القدرة على التحمل، لذلك يستخدمه اللاعبون لزيادة كتلة العضلات كونه المسؤول عن حرق الدهون في الجسم وتكوين البروتين، كما أنه يساعد على تقليل هدم خلايا العضلات وهو يعطى عن طريق الحقن. لهذه الهرمونات والمنشطات أضرار على الجسم، وقد يشكل بعضها خطراً كبيراً على المدى البعيد، مثل ظهور حب الشباب، الشعور بالأرق نتيجة زيادة تنبيه الجهاز العصبي، الصداع، ارتفاع ضغط الدم، الخفقان وهبوط ضغط انتصابي، اضطرابات الحالة النفسية والمزاجية، وتورم في اليدين والقدمين بسبب احتباس السوائل في الجسم، وأيضاً آلام في المفاصل والعضلات وغيرها من التغيرات في الدم.